بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت عارف ان اللوجيك سيركتس بتتقسم لنوعين، النوع الاول بيبقى اسمه كومبايناشنال لوجيك، النوع التاني بيبقى اسمه سيكوينشال لوجيك. كومبايناشنال لوجيك زي الادر، زي الديكودر، زي الانكودر، المالتيبلكسر، الدي مالتيبلكسر، اللي هو انا عندي دايره، الدايره دي بتاخد انبوتس وبعد كده بتطلع اوتبوتس وخلاص، شكرا. ما فيهاش ميموري، ما بتقدرش تحتفظ بالستيت اللي هي فيها، على عكس السيكوينشال لوجيك. السيكوينشال لوجيك بيبقى فيها ميموري. اشهر مثال على السيكوينشال لوجيك كان بيبقى الكاونترز. الكاونترز عشان اروح للعدة اللي بعدها، يعني لو انا في 5 وعايز اروح للعدة اللي بعدها اللي هي المفروض 6، فايه اللي بيحصل؟ ان انا المفروض اكون عارف الخمسة عشان اجمع عليها 1 فاروح للست، وبالتالي لازم ابقى محتفظ بالكرنت ستيت عشان اروح للنكست ستيت بتاعتي. وزي ما انت عارف ان السيكوينشال سيركتس بتتقسم برضو لنوعين، اسينكرونس وسينكرونس. في السينكرونس سيركتس لو انا عندي كاونتر، الكاونتر ده هتبص هنا تلاقي ان هو بيعد في 3 بيتس، وبالتالي معايا 3 فليب فلوبس او شيفت ريجستر السايز بتاعه 3، فهتلاقي ان كلهم داخلين ليهم نفس الكلوك. فلما السيستم بتاعي كله يكون ماشي على كلوك واحدة، ده بسميه سينكرونس سيركتس. في الاسينكرونس سيركتس العكس، انا ما بيبقاش عندي كلوك واحده وكل السيستم ماشي على الكلوك دي، لا، انا هنا عندي الفليب فلوب الاولاني داخل له كلوك، والفليب فلوب التاني داخل له الكلوك من الاوتبوت بتاع الفليب فلوب الاولاني، والفليب فلوب اللي بعده داخل له الكلوك من الفليب فلوب اللي قبله. معنى كده ان انا عندي 3 كلوكس داخلين، معنى كده ان كل فليب فلوب من دول داخل له كلوك مختلفه، فده بنسميه asynchronous circuits. طبعا الكلام ده انت مفروض عارفه اكتر مني، احنا بنراجع عليه بس بشكل سريع. ممكن اعمل ديزاين للsynchronous sequential circuits بحاجة اسمها FSM او finite state machine. تعالى كده نتخيل ان احنا عندنا كاونتر، الكاونتر ده بيعد في 3 بيتس، فيعد 0 1 2 3 4 5 6 7، فهتبص تلاقي ان الكاونتر ده ماشي بسيكونس معينه. السيكونس دي بنقدر نعبر عنها بالستيت ماشين، ان احنا بنرسم الستيت ماشين بتاعتنا وبنقول لما يحصل كذا اتنقل للستيت اللي بعدها. فهو لو هو في ستيت 0، المفروض الستيت اللي بعدها، العده اللي بعدها تكون 1، وبالتالي بعمل سهم بقول ان انا هتنقل لستيت 1. فهنا بيقول لي ان الفاينايت ستيت ماشين بيبقى ليها انبوتس واوتبوتس، والستيت بتاعتها عشان تخزنها بيبقى عندي عدد بيتس معين اقدر امثل فيه الستيت دي. مثلا مثال الكاونتر اللي احنا خدناه، كنا بنعمل 3 بيت كاونتر، وبالتالي انا عندي 3 بيتس بعد فيهم او بحتفظ بالستيت بتاعتي فيهم. فهتلاقي ان انا عندي m inputs، m inputs يعني اي عدد من الانبوتس، و n outputs اي عدد من الاوتبوتس، وعندي k بيتس عشان اقدر احتفظ بالستيت بتاعتي فيهم. واكيد الستيت ماشين دي بتاخد كلوك، والكلوك دي المفروض تكون داخله لكل الفليب فلوبس او الريجستر اللي عندي، لان هي سينكرونس سيكوينشال سيركت. وكمان بيبقى عندي زرار، الزرار ده بيبقى عامل زي زرار الباور كده، بمجرد ما انا بدوس عليه كل حاجه بترست، بترجع زي ما كانت. فلو انا عندي الدايره بتاعت الكاونتر، المفروض اول ما ادوس على الريسيت بتاع الكاونتر يرجع لاول ستيت فيها اللي هو 0 ويبدا يعد من الاول. بعد ما بجيب الستيت ماشين دي، المفروض ان انا في الاخر بحولها لسيركت بالشكل ده. السيركت ممكن نعبر عنها بالشكلين دول. الشكل الاول هتلاقي هنا ان انا عندي ريجستر اهو، الريجستر ده بيبقى عبارة عن شوية فليب فلوبس متوصلين مع بعض. المفروض ان الستيت ماشين دي بيدخل لها انبوتس، قلنا عددهم ممكن يكون ام، وبتطلع اوتبوتس اللي هم عددهم ممكن يكون ان. لو الاوتبوت بيعتمد على الكرنت ستيت بس، يعني انا دلوقتي لو في العدة رقم 2 فالاوتبوت بتاعي مفروض ان هو 2، فكده الاوتبوت اعتمد على الكرنت ستيت بس، ما اعتمدش على اي حاجة تانية، فده بنسميه مور ماشين. فهنا بيقول لي في مور ماشين الاوتبوت بيعتمد بس على الكرنت ستيت اوف ماشين. يعني انا لو الكاونتر بتاعي العدة بتاعته دلوقتي 5، دي الكرنت ستيت بتاعته، فالمفروض الاوتبوت بتاعي كمان يبقى 5. الشكل التاني ده احنا بنسميه ميلي ماشين. في ميلي ماشين انا بيبقى عندي الاوتبوت بيعتمد على الكرنت ستيت والانبوت كمان. يعني ايه؟ يعني ادي الدايره اللي هي بتحسب الاوتبوت بتاعي. الاوتبوت ده عشان يطلع اعتمد على
الكرنت ستيت زي المور ماشين، بس كمان الانبوت دخل للدايرة بتاعة الاوتبوت عشان تبدأ تطلع لي الاوت. الكلام ده هيبان بشكل مفسر اكتر لما نبدأ ناخد امثلة على الكلام ده، بس انا اللي يهمني ان انت تعرفه الفرق ما بين المور والميلي ماشين. في المور ان الاوتبوت بيعتمد على الكرنت ستيت بس، انما في الميلي الاوتبوت بيعتمد على الكرنت ستيت وكمان الانبوت اللي داخل للماشين. في نقطة كمان يهمني ان انت تعرفها، ان بعد ما برسم الستيت ماشين بتاعتي بالشكل ده، وهنشوف دلوقتي ممكن نرسم الستيت ماشين ازاي، بيبقى عندي ستيتس. الستيتس دي المفروض ان انا بديها رقم او اسم، فدي مثلا S0 S1 S2 S3 S4 وهكذا. بس زي ما انت عارف ان الكمبيوتر ما بيقدرش يفهم اي حاجة في الدنيا غير الزيرو والوان، وبالتالي لازم الاسامي دي اللي هي S نود او S1 او S2 او S3 احولها بعد كده لبيتس، يعني اعمل لها انكودينج لبيتس. عندي طريقتين للانكودنج زي ما انت عارف، احنا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده مراجعة بس مش اكتر. عندي حاجة اسمها باينري انكودنج. يعني ايه باينري انكودنج؟ يعني دي اتنين، اتنين دي عشان تتمثل باينري هتتمثل 1 0، وبالتالي اتنين دي هعملها انكودنج تبقى 1 0. الواحد ده الانكودنج بتاعه 0 1 اللي هو واحد باينري، يعني 0 0 0. طب انا ليه اخترت 2 بيتس عشان اعمل فيهم انكودنج هنا في المثال ده؟ لان انا عندي اكبر استيت رقمها 2، 2 دي عشان تتمثل باينري محتاجه 2 بيتس، وبالتالي هعمل انكودنج بتاعي في 2 بيتس. لو مثلا انا اكبر استيت عندي كانت 5، 5 دي عشان تتمثل محتاجه 3 بيتس، وبالتالي هعمل انكودنج بتاعي في 3 بيتس وهكذا. فالباينري انكودنج ده سهل خالص، ان انا بشوف الستيت بتاعتي رقمها كام وببدا اديها انكودنج بالباينري اللي يكافئها. في طريقه تانية اسمها الوان هوت انكودنج. في الوان هوت انكودنج انا بشوف عندي كام ستيت. هنا انا مثلا عندي 3 ستيتس، يبقى انا هحتاج 3 بت. في الوان هوت انكودنج الوان بيكون هوت او بترو عند بوزيشن واحد بس. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى كده لو جينا نبص للماشين دي هنلاقي ان فيها 3 ستيتس. طالما فيها 3 ستيتس، لو انا هستخدم باينري انكودنج فخلاص احنا اتفقنا ان احنا هنعمل انكودنج في 2 بيتس. لو انا بعمل 1 هوت انكودنج فانا كده هستخدم 3 بيتس. ليه؟ لان ال 1 هوت انكودنج عدد البيتس اللي فيه بتساوي عدد الستيتس. انا هنا عندي 3، طب لو كان عندي 10 ستيتس يبقى هستخدم 10 بيتس عشان ابدا اعمل ريبريزنتيشن للبيتس اللي عندي. يعني انا لو عندي الستيت ماشين بالشكل ده، قلنا هنمثل الانكودنج بتاعنا لو احنا هنعمل 1 هوت انكودنج في 3 بيتس، لان عندي 3 ستيتس، ففي كل مره هخلي واحد بس هو هوت او ترو في الستيت دي، فالستيت دي هخلي الانكودنج بتاعها 001. بعد كده الستيت اللي بعدها هخلي الانكودنج بتاعها 010. يعني الستيت التانية في البوزيشن التاني حطيت واحد والباقي بصفار. طيب الستيت اللي بعدها الانكودنج بتاعها هيبقى 001، يعني هاجي في البوزيشن التالت احط 1 والباقي بزيرو، فكده انا عملت 1 هوت انكودنج. طيب لو انا عندي 10 ستيتس مثلا في الماشين بتاعتي وهستخدم 1 هوت انكودنج، فانا كده هحتاج 10 بيتس، فاقوم جايب 10 بيتس. فانت كده اكيد لاحظت ان انا لو هستخدم 1 هوت انكودنج فانا كده هحتاج فليب فلوبس اكتر، يعني هحتاج بيتس اكتر عشان اعمل انكودنج للستيت دي. فانت كده ممكن تقول ان ال 1 هوت انكودنج ده وحش، لان انا كده هستخدم بيتس اكتر وبالتالي هحتاج عدد فليب فلوبس اكتر وهكذا. فهو هنا بيقول لك على الرغم من انه هيحتاج عدد فليب فلوبس اكتر، الا لو انا استخدمت ال 1 هوت انكودنج فكده معادلات النكست ستيت والاوتبوت بتكون اسهل بالنسبه لي، يعني الدايره بتكون ابسط. فالباينري انكودنج ليه مميزاته وعيوبه، وال 1 هوت انكودنج ليه مميزاته وعيوبه. المفروض ان انت بتختار البديل الافضل لما بتيجي تعمل ديزاين للسيركت بتاعك. والمثال ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده، ان ليلى كان عندها حلزون. الحلزون ده البريم بتاعه FSM. يعني ايه الحلزون ده؟ عشان يطلع الاوتبوت بتاعه ليه سيكونس معينة. السيكونس دي عشان نوصفها فاحنا بنستخدم الفاينايت ستيت ماشين. طب بيقولك السيكونس بتاعه ده عبارة عن ان انا كان عندي الحلزون ده، والحلزون زي ما انت شايف كده مكشر، وهو ماشي على شريط. الشريط ده من البيتس 0 1،
فهنا بيقول لي البرين بتاعت الحلزون ده بيفكر ازاي؟ ان هو كل لما بيمشي على 0 1 بيسمايل. يعني هو دلوقتي الحلزون ماشي اهو هيمشي على 0 1، فالمفروض ان هو هيسمايل دلوقتي. طيب بعد كده مشي على 0 0، لا زي ما انت شايف كده هيكشر. بعد كده هيمشي على 0 1 فيسمايل، وهكذا. يعني هنا كان بيوصف لي البرين بتاع الحلزون ده على انه ماشي من سيكونس من 0 1، اول ما بيمر على 2 بيتس ورا بعض 0 1 بيسمايل، وهكذا. فدلوقتي احنا عايزين نعمل ديزاين للبرين بتاع الحلزون ده باستخدام ال FSM. وزي ما قلنا عندنا طريقتين عشان نعمل ديزاين لل FSM، واحدة اسمها مور واحدة اسمها ميلي. زي ما انت شايف كده ان انا بيكون عندي المشكلة بالشكل ده، ان هو بيحكي لي كلام، ومن الكلام ده المفروض ان انا بستنتج الحاجات او المتطلبات اللي انا عايز اعملها، وبعد كده ببدأ اعمل ديزاين للسيركت بتاعتي. اول خطوة واهم خطوة واصعب خطوة في الخطوات اللي انا هعمل بيها ديزاين للسيركت هي ان انا ارسم الستيت ماشين بتاعتي صح، لان لو الستيت ماشين بتاعتي صح كده كل الخطوات اللي جاية بعد كده هي مفيهاش اي تفكير، خطوات بسيطة جدا بقدر اطلع منها السيركت. لكن الخطوة المهمة جدا ان انا ارسم الستيت ماشين بتاعتي بشكل صحيح. فتعال نعمل ديزاين للبرين بتاع الحلزون ده باستخدام اول حاجة المور ماشين. فزي ما قلنا الراجل ده اول ما هيبدأ هيكون مكشر بالشكل ده، لانه لسه ما قابلش زيرو ولا واحد. فانا في ستيت، الستيت دي هسميها مثلا S0. S0 الاوتبوت بتاعها بقوم كاتبه تحتها هنا، الاوتبوت المفروض زيرو. لو هنقول ان هو لما يسمايل الاوتبوت بوان، ولما يبقى مكشر بالشكل ده الاوتبوت يبقى زيرو، فالمفروض ان الاوتبوت في الاول زيرو لانه لسه ما قابلش 0 1. وبسأل نفسي سؤال دلوقتي، هو بدأ بالشكل ده والاوتبوت بتاعه زيرو فمكشر، ايه الاحتمالات اللي ممكن يقابلها وهو ماشي على السيكونس ده من البيتس؟ ممكن يقابل يا زيرو يا وان. المفروض ان هو لما يقابل زيرو، يعني لما السهم ده يكون عليه زيرو، دلوقتي الراجل ده شاف زيرو، ايه اللي يحصل؟ يتنقل لستيت تانية. طيب الاوتبوت بتاع الستيت ده، اسأل نفسي سؤال دلوقتي الحلزون ده المفروض يسمايل ولا يفضل مكشر؟ لا هو المفروض دلوقتي يفضل مكشر. ليه؟ لانه لسه ما قابلش زيرو واحد، هو قابل زيرو بس ما قابلش الواحد، فالاوتبوت يبقى زيرو برضو. طيب الستيت دي تعالى نديها اسم وليكن S1. طيب بعد كده لو هو في الستيت دي احتمال برضو ان هو يقابل الزيرو او الوان. لو قابل الوان ايه اللي يحصل؟ المفروض ان هو يروح لستيت تانية. يعني دلوقتي لو قابل 1 المفروض يروح لستيت تانية، تعالى نسميها S2. الاوتبوت بتاع الستيت ده المفروض يكون 1 يسمايل دلوقتي. ليه؟ لانه قابل 0 1 وهو في توصيف المسألة بيقول ان هو بيسمايل امتى؟ لما يقابل 0 1. فهو كده قابل ال 0 وال 1، فالاوتبوت بتاع الستيت دي المفروض ان هو يبقى 1. نقول تاني دلوقتي السنيل ده بدأ اول ما الراجل داس على زرار الريست، ايه اللي حصل؟ اللعبة بدأت تشتغل. اللعبة دي دلوقتي مكشرة لأن هي لسه ما قابلتش السيكونس 0 1، فالأوتبوت بتاع الستيت دي هيكون 0. بعد كده وهي ماشية احتمال تقابل 0، فلما تقابل 0 ايه اللي يحصل دلوقتي؟ هتسمايل؟ لا لسه مش هتسمايل، ولكنها اتنقلت لستيت مختلف. طيب لو هي في الستيت دي فاحتمال ان هي تقابل 0 او 1، قابلت الواحد ايه اللي يحصل؟ اتنقل لستيت تانية اسمها S2 مثلا، وهنا بقى تسمايل لان اخر 2 بيتس هي شافتهم 0 1. وانا برسم الستيت ماشين في البداية بحاول ان انا اشوف ايه الحالة اللي تطلع لي الاوتبوت بتاعي بترو وبخلص منها. فانا دلوقتي خلصت من الزيرو والوان، زيرو ورا وان اللي هي الحالة اللي هو هيسمايل فيها ويطلع الاوتبوت بواحد. بعد كده بقى لازم اشوف كل الحالات اللي في بقية الستيت ماشين بتاعتي. ليه؟ لانه ممكن اول لما يبدأ ما يشوفش زيرو، يشوف وان. طب لما يشوف وان ايه اللي يحصل؟ هيفضل في نفس الستيت بتاعته. طب ليه ما اتنقلش الستيت تانية؟ لان دلوقتي هو لسه ما قابلش الزيرو ولا الوان. يعني التقدم هيحصل امتى؟ لما يقابل زيرو في الاول، فهو لسه ما قابلش الزيرو فيفضل في نفس الستيت اللي هو فيه. فلو قابل 1 يفضل في نفس الستيت. فايه اللي يحصل لو هو قابل مثلا السيكونس بتاعه 1 1 1 1؟
ايه اللي يحصل؟ يفضل في نفس الستيت، مستني يشوف الزيرو عشان يبدأ يتنقل الستيت ويحصل تقدم عنده، مستني يشوف الزيرو عشان بعده يشوف الوان. فلو السيكونس بتاعي فضل بالشكل ده، الحلزون بتاعي هيفضل الاوتبوت بتاعه زيرو، هيكشر ويفضل في نفس الستيت، مش هيتنقل لستيت تاني. طيب كده احنا خلصنا من ستيت زيرو، خلصنا من الاحتمالات بتاعتها كلها اللي هي الزيرو والوان، اللي هو ممكن يقابل زيرو او يقابل وان. طيب عايزين نروح للستيت واحد، احنا كنا خلصنا من احتمال الواحد، ناقصنا احتمال الزيرو. دلوقتي الراجل ده لو هو قابل زيرو ايه اللي يحصل؟ طيب هو عشان يقابل زيرو ويبقى في ستيت واحد اصلا، فايه اللي يحصل؟ لازم يكون الاول شاف زيرو. يعني مثلا لو هو قابل 4 وحايد، فهيفضل في الستيت دي مستني الفرج يجيله، مستني الزيرو يجيله. جاله الزيرو، اتنقل للستيت وبقى في الستيت دي دلوقتي، فده السيكونس اللي داخله. فهو كده معناه ان هو بقى في ستيت 1، وهو في ستيت 1 قابل زيرو، ما قابلش واحد. هو لو قابل واحد المفروض يتنقل للستيت اللي بعدها ويسمايل خلاص، لكنه لسوء الحظ قابل زيرو. ايه اللي يحصل؟ فهو دلوقتي قابل زيرو تاني هنا، وبعد كده قابل زيرو مثلا، وبعدها زيرو كمان. ايه اللي يحصل؟ هو مستني الوان عشان يسمايل، فاضله خطوة واحدة عشان يسمايل، فهيفضل في نفس الستيت دي مش هيتنقل. فلو دخله زيرو ايه اللي هيحصل؟ هيفضل في نفس الستيت. ليه؟ لانه عمال يدخله زيرو، هو مستني وان، يعني فاضله خطوة واحدة بس ويتنقل للستيت اللي بعدها، فما يتنقلش مثلا للستيت اللي قبلها، لانه لو اتنقل للستيت اللي قبلها فكده لسه مستني قابل زيرو وان من الاول، بس هو اخر حاجة قابلها كانت زيرو، فهو مش مستني يجيله زيرو وان كمان، هو مستني يجيله وان بس. فعشان كده هفضل في نفس الستيت اللي انا فيها دي. كده احنا خلصنا من الستيت الاولى والستيت التانية، الاحتمالات بتاعتها كلها يا وان يا زيرو. طيب ده السيكونس اللي كان ماشي عليه لحد دلوقتي، فاضله واحد عشان يسمايل، الواحد جاله اهو، فبقى في ستيت اتنين، اتنقل لستيت اتنين وحصل ان هو سمايل، الاوتبوت بقى واحد. طيب الستيت دي وارد برضو بعدها يعدي على واحد او زيرو. لو عدى على واحد، يعني لو عدى على واحد هنا فلسه مستني يشوف زيرو وان عشان يسمايل من الاول، فايه اللي هيحصل؟ لو دخل له واحد المفروض ان هو يرجع للستيت زيرو. ليه؟ لانه لو دخل له واحد المفروض يدخل له زيرو وبعد كده واحد عشان يرجع يسمايل تاني. طب الزيرو والواحد دول هيجوله منين؟ هيجوله ان هو هيرجع لستيت زيرو وبعد كده يجيله زيرو وواحد عشان يسمايل. فدلوقتي هو دخل له واحد اهو، فبقى في ستيت زيرو. تعال نقول ان دخل له زيرو كمان، فكده هو اتنقل لستيت وان، وبعد كده جاله واحد فهو اتنقل لستيت اتنين وسمايل. وانا في ستيت اتنين ايه اللي حصل؟ ما دخليش واحد، ده انا دخلي زيرو. يعني انا هنا ده كان اخر السيكونس اللي هو ماشي عليه. تعال نكمل على سطر تاني. زيرو، يعني دلوقتي هو دخله زيرو وهو في ستيت اتنين، المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض انه مستني وان عشان يسمايل مرة كمان، فهو مستني خطوة واحدة عشان يسمايل، فارجع للستيت اللي قبلها. لو هو هنا دخله زيرو ايه اللي يحصل؟ يرجع للستيت اللي قبلها. ليه بيرجع للستيت اللي قبلها؟ ليه مفضلش في نفس الستيت او اتنقل لستيت تانية اللي هي اس نود؟ لو فضل في نفس الستيت فده معناه ان هو هيسمايل، وده مش صح، هو دخله زيرو بس ما دخلوش بعدها واحد، فما ينفعش يفضل في ستيت اتنين. ولو رجع لستيت زيرو فكده هو مستني يجيله زيرو واحد عشان يسمايل، بس ده مش حقيقي، هو مستني الواحد بس عشان يسمايل. فانا كده هرجع للستيت اللي قبلها اللي هي اس 1، بحيث ان هو لو في ستيت اس 2 ودخله زيرو يرجع لستيت 1 ودخله واحد بعد كده فيتنقل لستيت 2 فيسمايل. تاني نعيد الكلام ده تاني، لان ال FSM حاجة مهمة جدا بالنسبة للبروسيسور، مش مجرد ان هي مسألة انت بتفهمها وبتفهم طريقة حلها، لا ده انت بتديزاين السينكرونس سيكوينشال لوجيك عن طريق ال FSM، ودي مش حاجة الخطوات بتاعتها ثابتة، دي بتبقى على حسب المشكلة اللي قدامي وفهمي للمشكلة ببدأ اعمل ديزاين لل FSM. نقول تاني، اول ما اليوزر يرست انا المفروض ابقى في ستيت زيرو والاوتبوت بتاعي يبقى زيرو، الحلزون بتاعي يكون مكشر بالشكل ده. بمجرد ما يدخله زيرو هيبدأ يتنقل للستيت اللي بعدها لانه مستني الوان عشان يسمايل، دخله الوان بعد كده هيسمايل. كده انا خلصت من الحالة اللي تخليه يسمايل. بعد كده بدور بقى على الحالات التانية اللي عندي،
ايه هي؟ ان انا لو في ستيت زيرو ولسه ما دخليش زيرو، يعني لسه ما شافش زيرو، شاف الوان، فلازم يفضل في نفس الستيت لانه مستني يشوف زيرو وان. طيب لو هو في ستيت زيرو وشاف زيرو هيتنقل لستيت وان. طيب لو هو في ستيت وان وبعد كده دخل له وان فيروح لستيت اتنين والاوتبوت يبقى واحد عشان يسمايل. طب لو كان في اس واحد وشاف زيرو يفضل في اس واحد برضو ما يتنقلش. ليه ما يتنقلش؟ لانه شاف الزيرو خلاص بس مستني يشوف بعده الوان. طيب هو دلوقتي راح لستيت اتنين، شاف زيرو وان وراح لستيت اتنين والاوتبوت بتاعه واحد، فالحلزون ده سمايل. بعد كده وهو في ستيت اتنين دخل له زيرو، فيتنقل لانهي ستيت؟ يفضل في ستيت اتنين ولا ستيت وان ولا ستيت تو؟ لا، يروح لستيت وان. ليه؟ لانه كده شاف الزيرو، ناقص يشوف الوان عشان يسمايل، فدي خطوة واحدة. فلو شاف زيرو يشوف وان بعدها فيسمايل تاني وهكذا. طيب لو هو كان في ستيت اتنين ودخل له وان، لا يرجع للستيت اللي هي اس نود. ليه يرجع لاس نود؟ لانه مستني يشوف الزيرو وان من الاول. هو كده ده السيكونس اللي ماشي عليه وان مثلا، اخر حاجه كان وصل لها وان، فهو عشان يسمايل لو انا رجعته للستيت دي، فمعنى كده ان انا بقول له لو شاف وان يسمايل، وده مش الباترن بتاعي. لا، انا الباترن بتاعي زيرو وان، فلو شاف وان وهو كان هنا يرجع للستيت اس نود عشان لما يشوف زيرو وان يسمايل. بعد ما رسمنا الستيت ماشين خلاص كده المسألة بتاعتي يعتبر خلصت. كل اللي انا هعمله الاتي، خطوات بقى بعد كده، الخطوات دي انا بمشيها عشان ابدأ اطلع السيركت بتاعتي، ما فيهاش تفكير كتير، بس اهم حاجة ان انا اطلع الستيت ماشين بتاعتي صح. ايه هي الخطوات دي بقى؟ اول حاجة بعمل باينري انكودينج للستيتس، او وان هوت انكودينج، او جري انكودينج. عندي اكتر من طريقه للانكودينج. الطرق اللي احنا بنشتغل بيها يا باينري انكودينج يا وان هوت انكودينج. فهو في السؤال هيجي يقول لك اعمل ديزاين للماشين دي تعمل كذا كذا كذا، واعمل انكودينج بالباينري انكودينج او الوان هوت انكودينج. فاحنا دلوقتي لو هنمشي باينري انكودينج، ايه اللي هيحصل؟ ان انا هشوف اكبر ستيت عندي كام، هلاقي ان هي اس 2، 2 دي عشان تتمثل محتاجة 2 بيتس، يبقى هبدأ اعمل الانكودينج بتاعي في 2 بيتس. عندي الستيتس اس نود واس 1 واس 2. لما اجي اعمل انكودينج للزيرو بالباينري معناه 0 0، الواحد معناه 0 1، يعني احوله الباينري بس ما بعملش حاجة اكتر من كده. 2 2 دي في الباينري 1 0. طيب لو انت مستخدم 2 بيتس عشان تعمل انكودينج، فمعنى كده ان انت عندك 2 اس 2 من الاحتمالات، عندك 4 احتمالات، ما عندكش 3 بس. لو انا مستخدم 3 بيتس فده معناه ان انا عندي 2 اس 3 اللي هما 8 احتمالات، واحنا هنا مستخدمين 3 بس. فايه اللي يحصل؟ ان انا بيبقى عندي كده استيت رابعه. الستيت دي بيبقى اسمها اس 3 او اسمها اي اسم في الدنيا، او تعالى عشان ما نلخبطش نفسنا نسميها شرطه. الستيت دي انا مش هوصل لها اصلا، مش هوصل لها لاني مش مستخدمه في الماشين بتاعتي، بس لازم وانا بعمل انكودنج اقوم قايل له شرطه هنا مثلا، وعندي ستيت الستيت دي اللي بعدهم الاحتمال اللي بعدهم 3 اللي هو 1 1 باينري. تاني عندي ستيت المفروض ان هي ستيت رابعة، لان لو انا بعمل انكودينج في 2 بيتس فانا عندي احتمال كمان، والاحتمال ده انا لا يمكن اوصله لانه اصلا مش عندي في الماشين، ولكن بحطه برضو. بحطه ليه؟ عشان معنى كده ان انا عندي ستيت رابعة، فوانا بعمل المعادلات بتاعتي ممكن اعمل ايه؟ ممكن استخدم الدونت كير بحيث ان انا اعمل مينيمايزيشن للإكويجنز بتاعتي، ابسط المعادلات بتاعتي. ده بس فايدة الستيتس اللي انا مش هستخدمها، بيبقى اسمها unused states ومش هوصل لها اصلا. عملنا ديزاين للماشين بتاعتنا، وعملنا ديزاين على اساس ان هي مور ماشين. الاوتبوت بيعتمد على الكرنت ستيت، عشان كده بحط الاوتبوت بعد اسم الستيت تحته، بحط الاوتبوت في الستيت لانه بيعتمد على الكرنت ستيت بس. والخطوة اللي بعدها ان احنا عملنا انكودينج، فستيت 0 دي الانكودينج عملناه 0 0، ستيت 1 الانكودينج عملناه 0 1، الستيت 2 عملنا الانكودينج بتاعها 1 0. الخطوة اللي بعد كده ان احنا بنعمل حاجة اسمها ستيت ترانزيشن تيبل. بمنتهى البساطة الماشين اللي انت عملتها لي دي انقلها على تيبل، انقلها في تروث تيبل، بس هنا بنسميه ستيت ترانزيشن تيبل.
انت مش تعمل اي خطوة فيها حاجة كرييتيف، لا انت كل اللي انت هتعمله الماشين اللي انت عملتها دي هتنقلها على جدول. ازاي؟ بحط الكرنت ستيت والانبوتس بتاعتي والنكست ستيت اللي انا مفروض اروح لها. فالكرنت ستيت لو انا في ستيت 0 يبقى الكرنت ستيت بتاعتي 0 0 0. جت منين 0 0 دي؟ الانكودنج بتاعهم 0 0. طيب لو انا دخل لي 0 على السهم فده انبوت، فده معناه هاجي هنا اكتب 0. طب هل ممكن يكون عندي اكتر من انبوت؟ اه انا هنا عندي انبوت واحد بس على السهم، فعشان كده سميته ايه. طبعا لو عندي اكتر من انبوتس ممكن اضيفه واسميهم باي اسامي انا عايزها، يعني ممكن يكون عندي ماشين تانية فيها الانبوتس A و B و C وهكذا. طيب لو انا في الستيت 0 ودخل لي 0 المفروض اروح لايه؟ لستيت 1، فاتنقل لستيت 1. الستيت 1 الانكودنج بتاعها 0 1. بعد كده لو انا في الستيت 0 برضو ودخل لي 1، احنا قلنا ان احنا عندنا احتمالين، انا في ستيت 0 اهو ودخل لي 1، المفروض اتنقل لمين؟ افضل في ستيت 0. فاجي هنا اقول له ان انا هفضل في ستيت 0. انت ملاحظ ان احنا ما بنعملش اي حاجة فيها تفكير، احنا بس مجرد بننقل الماشين دي في تيبل. طيب بعد كده لو انا في ستيت 1 فهاجي هنا اقوم قايل لو انا في ستيت 1 ودخل لي 0 هفضل في ستيت 1. اهو لو انا في ستيت 1 ودخل لي 0 بفضل في ستيت 1 على حسب الماشين اللي انا رسمها، فانا هفضل في ستيت 1. الستيت 1 الانكودنج بتاعها 0 1. طيب عندي احتمال تاني برضو لو انا في ستيت 1 ان يدخل لي 1 فتنقل لستيت 2. فلو انا في ستيت 1 ودخل لي 1 هتنقل لستيت 2، 2 الانكودنج بتاعها 1 0. طيب لو انا في ستيت 2 فهاجي هنا اقول له لو انا في ستيت 2 الانكودنج بتاعها 1 0 ودخل لي 0، لو دخل لي 0 المفروض اتنقل لستيت 1 فابقى في S1، الستيت 1 دي اللي هي 0 1. طيب لو انا في ستيت 2 برضو فانا عندي احتمال تاني ان يدخل لي الواحد. طيب لو دخل لي الواحد اروح لفين؟ اروح لستيت 0، فاقوم رايح لستيت 0. الخطوة اللي انت هتنسى تعملها ان انت هتخلص الجدول على كده. قلنا ان احنا عندنا state unused بنستخدمها عشان نعمل minimization. ال state دي الانكودنج بتاعها 1 1 اللي هي 3، فانا المفروض اجي هنا في اخر خطوة اقول لو انا في state 1 1 ودخل لي 0 او 1 مش فارق معايا، مش فارق معايا دي في اللوجيك يعني don't care. لو انا في state 3 اللي هي مش موجودة اصلا ودخل لي حاجة مش فارقة معايا هي 0 أو 1 هتنقل لستيت تانية مش فارقة معايا برضو. نقول تاني، لو أنا في ستيت 3 اللي هي الإنكودنج بتاعها 1 1 اللي أنا مش هوصل لها مش هيبقى فارق معايا الإنبوت يكون إيه، ولا هيبقى فارق معايا النكست ستيت بتاعتها إيه، فحطهم بدونت كير. ممكن ما تحطهمش. طب ليه بتحطهم؟ عشان أعمل مينيمايزيشن للسيركت بتاعتي. دلوقتي لو انا هعمل السيركت بتاعتي مثلا ب10 جيتس ولا اعملها باتنين تلاتة؟ لا اعملها باتنين تلاتة افضل، لان كده انا وفرت في الفلوس. فما تنساش تعمل خطوة الدونت كير دي، تشوف ايه هي الستيتس اللي انت مش مستخدمها وتحطها في الجدول في الاخر بحيث ان هي تساعدك وانت بتعمل مينيمايزيشن. واحد دلوقتي ممكن يكون بيسأل نفسه سؤال، هل انا وانا بعمل الستيت ترانزيشن تيبل لازم اكتب الجدول بتاعي بنفس الترتيب ده؟ يعني مثلا هنا انا عندي الستيت 0 انا كنت فيها مرتين، مره يدخل لي 0 ومره يدخل لي 1، فينفع اعكس ما بينهم؟ اه ينفع تعكس ما بينهم، ينفع تعكس ما بين اي حاجه في التيبل ده مفيهاش مشكله، ولكن يفضل ان انت تمشي عليه زي ما انا كده ماشي معاك بحيث ان انت ما تنساش ستيتس فالحل بتاعك يكون غلط. وعدد الصفوف اللي مفروض ان هي في الجدول ده بتساوي عدد الاسهم اللي انا راسمها في الستيت ماشين، دي حاجة منطقية جدا، بالاضافة ان هيزيد عليها حالات الدونت كير او الانيوزد ستيتس. وحاجة برضو تخلي بالك منها ان احنا سمينا اول بيت هنا اس نود وسمينا البيت اللي بعدها S1 والانبوت سميناه ايه. المسميات دي احنا ممكن نسميها باي حاجة احنا عايزينها، بس يفضل ان انت تكون ماشي بالخطوات دي. ان اخر ان اول بت عندي بيكون اس نود واخر بت عندي بيكون اس
على حسب بقى، لو انا كان عندي 5 بيتس فاخر بيت عندي المفروض هيكون S4، وفي ما بينهم ايه بقى S1 S2 S3 وهكذا، بحيث ان انت ما تتلخبطش. وهنا الانبوت سميته ايه، ممكن تسميه اي اسم انت عايزه. المفروض ان البيتس بتاعت النيكست ستيت هي نفس البيتس بتاعت الكرنت ستيت، فعشان افرق ما بينهم باجي هنا مثلا احط داش، دي انا مسميها S1 يبقى دي S1 داش، دي انا مسميها S نود يبقى دي S نود داش. طبعا انت كنت ممكن ما تحطش الداش دي، ولكن ده برضو ايه عشان يكون الحل بتاعك مفهوم بشكل افضل وما تلخبطش نفسك وانت بتحل. خلاص طلعنا الترانزيشن تيبل، خلاص زي ما قلت لك الخطوات اللي احنا بنعملها بعد كده هي خطوات ثابته ما فيهاش اي مشكله. دلوقتي انا عندي الانبوتس بتاعتي المفروض ان هم دول، عشان اديترماين النكست ستيت فانا لازم اكون عارف الكرنت ستيت اللي هم متمثلين في 2 بيتس، وكمان عارف الانبوت. وزي ما انت عارف ان احنا لما كنا في اللوجيك بنجيب الترو ستيبل، بعد كده كنا بنجيب ايه المعادلات، المعادلات دي كنا بنجيبها بالكي ماب وخلاص الموضوع انتهى. فهنا الاوتبوتس بتاعتي اللي هي S1 داش و S0 داش اللي هما النيكست ستيت بتوعي، فهجيب 2 كي ماب بالشكل ده، وهشوف مثلا الاوتبوت ده بواحد امتى. الاوتبوت ده بواحد عند 0 1 1، فاقوم رايح 0 1 1 اقوم جاي حاطط عندها 1. طبعا لو انا جيت اطلع الايكويجن بتاعتي بالشكل ده، يعني خدت الجروب ده بس، ف S1 داش المفروض ان هي كده هتساوي عندي S1 بار S نود و A من الكي ماب دي. ولكن لو انا استخدمت الدونت كير، الدونت كير هلاقي ان انا عندي هنا دونت كير عند 1 1 عند الاس 1 والاس نود بواحد، فدول بواحد يبقى في هنا دونت كير، وبالتالي الجروب بتاعي بدل ما انا كنت هاخد الواحد ده لوحده، لا انا هاخد الواحد والدونت كير مع بعض لانهم هيساعدوني في التبسيط بشكل افضل. فالمعادلة بتاعتي هتكون عبارة عن اس نود ايه، ان انا خدت دول جروب مع بعض فطلعوا لي المعادلة دي. فطبعا المعادلة دي أبسط من المعادلة اللي كانت قبل كده، ولو الدايرة عندي أكبر التبسيط ده هيبان بشكل أفضل. طيب S0 داش الواحد طالع هنا عند 0 0 0، فأقوم جاي حاطط هنا 1، وعند 0 1 0 0 1 0 يبقى في هنا 1، وكمان في 1 هنا عند 1 0 0 1 0 0 يبقى أحط هنا 1. فطبعا لو انا كنت هاخد الكي ماب بالشكل ده كنت هاخد الاتنين دول مع بعض، وبعد كده هاخد ده مع ده جروب، بس بما ان انا عندي دونت كير هنا عند الواحد واحد فهاجي هنا احط دونت كير، فهلاقي ان انا لما اخد الجروب ده اللي هو 4 مع بعض فده التبسيط هيكون افضل. طب المعادلة بتاعته ايه؟ لان S0 داش من الكي ماب هي عبارة عن A بار. النكست ستيت ايكويشنز دي بتقول لي لو انا في الستيت كام ودخل لي انبوت ايه هروح للستيت ايه. يعني هنا انا دلوقتي لو انا في ستيت واحد ودخل لي 1 المفروض اتنقل لستيت 2. فمعادلات النكست ستيت ايكويشنز بتديسكرايب الكلام ده. فدلوقتي انا ناقصني اجيب معادلات الاوتبوت، الحلزون ده هيسمايل امتى، فعايزين نجيب المعادلات بتاعته. طيب المعادلات بتاعته عبارة عن ايه؟ وزي ما احنا قلنا ان الاوتبوت بيعتمد على الكرنت ستيت، فانا هبدأ اكتب الستيتس بتوعي هنا. انا هنا عندي الستيتس 0 0 وعندي 0 1 وعندي 1 0 اللي هي ستيت 2، في الاخر كان عندي unused state الانكودنج بتاعها 1 1، واشوف الاوتبوت بتاع كل ستيت ايه. الاوتبوت بتاع ستيت 0 0 فاقوم جاي هنا قايل له عند ستيت 0 الاوتبوت ب0، عند ستيت 1 الاوتبوت ب0، عند ستيت 2 الاوتبوت ب1، وعند ستيت 3 اللي انا مش هوصل لها واللي هي مش موجودة في الماشين بتاعتي مش هيكون فارق معايا الاوتبوت ايه، فدونت كير. وبعد كده على كي ماب هبدأ اشوف المعادلة بتاعتي هتيجي ازاي، فهلاقي ان انا عندي 1 عند 1 0 1 0 يبقى في هنا 1، وعند 1 1 دونت كير. فلو خدت دول جروب مع بعض المعادلة بتاعتي لو انا الاوتبوت بتاعي اسمه واي وسميه زي ما انت عايز هيبقى y بيساوي S1. كده انا عملت ايه؟ كده انا جبت معادلات النكست ستيت اللي هما 2 بيتس اللي عندي، وجبت معادلة الاوتبوت
اخر خطوة عندي ان انا برسم اسماتيك بتاعت الستيت ماشين بتاعتي، يعني ببساطة شديدة عايز ارسم الدايرة بتاعتي. فعشان ارسم الدايرة بتاعتي انا هنا عندي عامل انكودينج في 2 بيتس، يبقى انا محتاج 2 فليب فلوبس او ريجستر 2 بيت. وزي ما قلنا الريجستر ده انت عارف ان هو عبارة عن شوية فليب فلوبس، يعني انا جبت 2 فليب فلوب مع بعض فبقى ريجستر 2 بيت. لو قلنا ان البيت ده هو S1 والبت ده هو عبارة عن اس نود، ممكن تعكس ما بينهم عادي، احنا قلنا ان احنا بنفهم مش بنحفظ. فهتلاقي ان S1 داش يعني الانبوت اللي داخل للريجستر ده المفروض ان هو يكون عبارة عن اس نود معمول لها اندنج مع الاي، فهجيب اند جيت، والاند جيت دي هقوم مدخل لها انبوت اسمه ايه، واقوم مدخل لها اس نود. اس نود القديمة يعني ايه؟ يعني S1 داش الجديدة اللي هي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن S نود معمول لها اندنج مع الايه، فيطلع لي S1 الجديدة. طيب S نود الجديدة هي عبارة عن A بار، فهقوم جاي واخد الايه من هنا واقوم مدخله، اجيب انفرتر هنا واقوم مدخله على البت اللي بعده. فايه اللي حصل؟ ان انا بس ترجمت المعادلات دي لدايرة، ان انا شفت ان انا مستخدم هنا 2 بيتس، وبالتالي انا عندي ريجستر 2 بيتس او 2 فليب فلوبس. طيب معادلة S1 الجديدة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن S نود القديمة، فقمت واخد S نود القديمة قمت عاملها اندنج مع الـ A وبعد كده دخلتها هنا. طيب S نود الجديدة هي عبارة عن A بار، فقمت جايب A بار ومدخله هنا. طب الأوتبوت اللي هو Y ده، الأوتبوت اللي هو Y هو عبارة عن S1، فقوم جاي واخد سلكة من هنا هقوم قايل إن والله ده الأوتبوت بتاعي اللي اسمه Y. لو جيت هنا هتلاقي إن أنا ماشي معاك الخطوات اللي إحنا عملناها مع بعض. أول خطوة رسمنا الـ State Machine بتاعتي، بعد كده عملنا Encoding للـ States، وعملنا Transition Table، وبعد كده قمنا مطلعين ال next state equations. وهنا هيقول لي ان انا بستخدم ال unused states وال don't cares ليه؟ عشان اعمل minimization لل equations. جبنا المعادلات بتاعتنا، وبعد كده جبنا معادلة ال output، وبعد كده قمنا رسمين ال schematic بتاع الدايرة. ورسمة ال schematic دي بتكون سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة. يعني دلوقتي احنا عملنا ديزاين للبرين بتاع الحلزون باستخدام مور ماشين. دلوقتي عايزين نعمل نفس البرين بس بالميلي ماشين، فتعال نشوف كده ايه الفرق ما بينهم. زي ما انا لسه قايل لك من شويه ان في المور ماشين الاوتبوت بيعتمد على الكرنت ستيت بس، فعشان كده انا بحط الاوتبوت في الستيت اللي انا واقف عندها. في الميلي ماشين بقى لا، الاوتبوت بيعتمد على الانبوت والكرنت ستيت، وبالتالي ما ينفعش احط الاوتبوت في الستيت لانه بيعتمد كمان على الانبوت. تعال نشوف الكلام ده بيتم ازاي. السيكونس اللي هو كان مفروض يسمايل لما يشوفها اللي هي كانت 0 1، فاول ما الراجل يدوس ريسيت المفروض ان انا ابقى في ستيت 0 اس 0 والحلزون بتاعي مش هيسمايل لانه لسه ما شافش الباترن اللي هو 0 1، فاجي اكتب هنا 0 صح؟ لا مش صح. لا انا قلت لك ان في الميلي ماشين ان الاوتبوت بيعتمد على الكرنت ستيت والانبوت، وبالتالي ما ينفعش احط هنا الاوتبوت. وزي ما قلنا ان احنا بنحاول نشوف السيكونس اللي يطلع الاوتبوت بتاعي بترو الاول ونخلص منه، وبعد كده نشوف بقيه الماشين بتاعتنا. فالسيكونس بتاعنا 0 1، فتعال نقول ان هو شاف 0، شاف 0 يبقى هيدخل له على السهم 0. الاوتبوت المفروض هنا ايه؟ الاوتبوت المفروض يبقى 0 برضه لانه مش هيسمايل، هو لسه ما شافش الوان. فبعمل شرطه وبكتب الاوتبوت. ليه بكتب الانبوت والاوتبوت على السهم مش بكتبه في الستيت؟ لان الاوتبوت بيعتمد على الكرنت ستيت وبيعتمد على الانبوت اللي هو داخله، وبالتالي لازم اعمل حساب الانبوت ده كمان فبكتبه في السهم. يبقى هو لو شاف 0 هيتنقل لستيت اسمها S1 والاوتبوت هيبقى 0. طيب تعالى نقول ان هو شايف ال1 المفروض دلوقتي سمايل. فلو انا كنت بعمل ديزاين بالمور ماشين فكنت هحتاج ستيت كمان عشان اقول له لو شاف ال1 يبقى الاوتبوت بتاع 1 يسمايل ويتنقل لستيت تانية اللي هي وليكن اسمها S2.
في الميلي ماشين لا انا مش محتاج ان انا اعمل كده. انا كنت بعمل كده ليه؟ عشان الاوتبوت كان بيعتمد على الكرنت ستيت، كنت بكتب الاوتبوت في الستيت اللي انا فيها، لكن هنا انا مش مضطر اعمل كده. انا ممكن ما استخدمش الستيت دي اصلا، اقول لو انت دخلت لي 1 خلاص اتنقل للستيت الاولى. يعني انت دلوقتي دخل لك انبوت 1، فالاوتبوت المفروض يكون 1، الحلزون يسمايل واتنقل للستيت اس نود. ليه اتنقلت الاس نود؟ عشان لما يدخل لي 0 اتنقل لستيت اس 1، وبعد كده اتنقل لستيت اس نود واطلع 1 لو الاوتبوت بواحد. تعال نقول تاني عشان لو اتلخبط. انت دلوقتي السيكونس اللي انت ماشي عليها 0، فالمفروض ان انا اتنقل لستيت 1 والاوتبوت يبقى 0، الحلزون ما مش هيضحك. طيب بعد كده هو في ستيت 1 ودخل له 1، المفروض دلوقتي سمايل ويتنقل لستيت تانية. طب الستيت دي يرجع لإس نود، مش محتاج إن أنا أزود ستيت تالتة زي المالي زي المور ماشين. فعشان الأوتبوت هنا كان 0 والأوتبوت هنا كان 0، فأنا محتاج ستيت تالتة عشان أطلع الأوتبوت عليها بوان، لأن ما ينفعش أروح هنا على طول، لأن لو رحت هنا على طول الأوتبوت بزيرو. فالميلي ماشين لأ، أنا بوفر في الستيتس، ممكن أوفر في الستيتس. طبعا لما أوفر في الستيتس فأنا كده بوفر في الهاردوير. فانا لو دخلي 0 هتنقل لستيت 1، بعد كده لو انا في ستيت 1 ودخلي 1 هرجع تاني لستيت 0 عشان استنى لو جالي 0 1 كمان اسمايل، والاوتبوت بتاعي هيبقى 1 لما يشوف 0 1. طب ليه مثلا السهم ده ما عملناهوش كده؟ انا قلت لك ان الستيت ماشين حاجه فهم مش حاجه حفظ، بقول الكلام للمره العشرة. لو انا كنت عملت كده، تعالى نحذف الأسهم اللي احنا عملناها دلوقتي دي ونشوف الفرق ما بين لو أنا كنت عملت السهم كده وعملت السهم كده. لو أنا كنت عملت السهم كده إيه اللي هيحصل؟ آدي الأوتبوت دخلي بواحد واحد، هو دلوقتي ريسيت في الستيت زيرو، دخله زيرو فهيروح لستيت وان والأوتبوت زيرو فالحلزون مكشر. بعد كده هو دلوقتي في ستيت وان، لو دخلي وان أنت بتقولي خلي الحلزون يسمايل ويفضل في ستيت 1، اوكي تمام. طب لو دخل لي 1 تاني ايه اللي يحصل؟ لو دخل لي 1 تاني انت الرسمه اللي قدامي دي بتقول لي روح لستيت 1 والاوتبوت 1، فلما يدخل 1 هنا يسمايل تاني، وده غلط لاني بقول لك السيكونس اللي انا عايز اشوفها 0 1 عشان يسمايل، انما هو كده شاف 1 وراه 1 وسمايل. ده كمان انت عامل لوب هنا، لوب هنا يعني لو دخل له اي عدد من الوحايد هيفضل يسمايل وهيفضل في الستيت دي. طب هل الكلام ده صح؟ هل لما يدخل له السيكونس ده المفروض يقعد يسمايل ولا لما يدخل له 0 1 بس؟ فعشان كده السهم بتاعك المفروض يكون يتنقل للستيت دي، لاني لسه مستني اشوف 0 1 من الاول عشان اسمايل. طيب كده انا خلصت من الحالة اللي هي تخليه سمايل اللي هتطلع الاوتبوت ترو. عايزين بقى نهندل بقية الحالات، ما انا ممكن وهو ماشي كده على الشريط بتاعه ده وهو بادئ ما يقابلش زيرو، ده يقابل 1 فيفضل في الستيت اللي هو فيها والاوتبوت بتاعه يبقى زيرو، فاعمل شرطة زيرو. ممكن يكون اول ما يبدأ يقابل 1 1 1 1 1 فانا افضل ما اتحركش، افضل في ستيت زيرو مستني اشوف الزيرو عشان ابدأ اتحرك. خلاص الفرج جه والزيرو شفته هتنقل لستيت 1. طب لو انا في ستيت 1 وشفت زيرو بعده، فزيرو زيرو 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 عمال اشوف زيرو مستني 1، فهعمل هنا كمان لوب على الستيت دي. لو قابل زيرو الاوتبوت بتاعي زيرو يبقى شرطة زيرو وهفضل في الستيت 1. ليه؟ لان انا مستني يجيلي 1 عشان اسمايل. فلما اجي ارسم الميلي ماشين لنفس المثال اللي احنا شفناه ده هيبقى الحل ان هو انا لو في ستيت 0 وقابلت 0 الاوتبوت 0 المفروض تروح لستيت 1، ستيت 1 لو انا قابلت فيها 1 الاوتبوت 1 وارجع لستيت 0 لاني مستني اشوف 0 1 من الاول. طيب لو انا كنت في ستيت 0 وعمال اقابل وحايد لسه، فانا مش هتنقل غير لما اشوف 0 عشان اروح للخطوه اللي بعدها، فانا هفضل في ستيت 0. طيب لو انا في ستيت 0 ودخل لي 0 خلاص هتنقل لستيت 1، لو انا في ستيت 1 وكل شويه عمال اقابل 0 0 يعني انا دلوقتي لو قابلت 0 0 0 0 عمال اقابل 0 فانا مستني 1، مستني خطوه واحده بس عشان اطلع الاوتبوت بتاعي بترو، فانا هفضل في ستيت 1. رسمت الستيت ماشين قلنا دي اهم خطوه، خلاص المساله بتاعتك يعتبر خلصت.
كل اللي جاي بعد كده الخطوات، وهي هي تقريبا نفس الخطوات اللي احنا بنعملها فوق، ما عدا فرق واحد بس هقولك عليه. اول خطوه بتعمل state encoding، قلنا عندنا طريقتين، يا اما باينري يا اما one hot. لو احنا هنعمل باينري encoding هنا، فدي state 1، اكبر state عندي الاندكس بتاعها او الرقم بتاعها state 1. 1 دي عشان تتمثل باينري محتاجه بت واحده بس، فانا همثل في بت واحده، فاعمل encoding للستيت اس نود ب0 والستيت اس 1 ب1، يعني انا محتاج بت واحده بس عشان اخزن فيها الستيت. فالانكودنج هنا هيبقى 0 والانكودنج هنا هيبقى 1. وهنا انا ما عنديش unused states، لان لما بمثل الداتا بتاعتي في بت واحده بس، فانا بيكون عندي احتمالات 2 اس 1 اللي هي 2، وادي الاتنين خلصوا اهم. بعد كده بنعمل الستيت ترانزيشن تيبل والاوتبوت تيبل. ايه ده؟ لو لاحظت ان احنا هنا عملنا ستيت ترانزيشن تيبل لوحده، وبعد كده عملنا اوتبوت تيبل لوحده، وجبنا المعادلات دي لوحدها ودي لوحدها. طيب هنا انت ليه دمجتلي معادلات النيكست ستيت مع الاوتبوت؟ لاني قلت لك الاوتبوت بيعتمد على الانبوت وعلى الكرنت ستيت، فبعملهم في جدول واحد بس، ما بعملهمش في جدولين. يبقى في المور انا بعمل جدولين، واحد للترانزيشن اللي هو بوضح فيه بتنقل من ستيت لستيت ازاي، واحد للاوتبوت. انما في الميلي انا بعمل جدول واحد بس، احط فيه اسميه الستيت ترانزيشن والاوتبوت تيبل، هما الاتنين مع بعض، لان الاوتبوت بيعتمد على الانبوت والكرنت ستيت. وزي ما قلت لك الخطوه دي انت ما بتعملش اي حاجه كرييتيف، انت الستيت ماشين اللي انت رسمتها بتنقلها هنا. فالستيت الاولى لو انا في ستيت 0 ودخل لي 0، مفروض اتنقل لستيت واحد، وستيت واحد احنا عاملين الانكودنج بتاعها بواحد. طب والاوتبوت؟ الاوتبوت هنا 0. طيب لو انا كنت في ستيت 0 ودخل لي واحد، على حسب الرسمه انت بتقول لي افضل في ستيت 0، فانا هفضل في ستيت 0. طب الاوتبوت بتاعي هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن 0. طيب لو انت في ستيت واحد ودخل لك 0، لو انا في ستيت واحد ودخل لي 0، المفروض ان انا بتنقل لستيت 1، بفضل في ستيت 1، والاوتبوت بتاعي اهو 0 على حسب ما انا عامل 0. طيب لو انا في ستيت 1 ودخل لي الانبوت 1، ايه اللي يحصل؟ ان انا المفروض ارجع لستيت 0. طب والاوتبوت بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن 1 زي ما انت قايل لي في الستيت ماشين. بعد ما عملنا الترانزيشن والاوتبوت تيبل، هنجيب معادلات النيكست ستيت ومعادلات الاوتبوت. فهشوف في النيكست ستيت الاوتبوت بتاعي 1 هنا وهنا، 0 0 ب1، وهنا عندي 1 0 ب1، 1 0 ب1 اهو. هاخد الاتنين دول مع بعض، فالمعادله بتاعتي هتكون اس نود داش، اس نود الجديدة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اي بار. ولما اجي اجيب الاوتبوت من هنا، طبعا انا مش محتاج كيماب، انا ممكن اقول ان الاوتبوت اصلا من السام اوف برودكت هنا اس نود اي بار، بس تعال نعملها بالكيماب عشان نكون ماشيين خطوات وما نلخبطش نفسنا. ادي الاوتبوت واي اهو بواحد امتى؟ عند 1 0 1 0. هاخد دي جروب لوحدها لان انا ما عنديش unused states، ما عنديش don't care. والاوتبوت بتاعي y هيبقى عبارة عن s node a bar. جبت المعادلات خلاص. السيماتيك ده بتبقى حاجة سهلة جدا، انا هنا عندي بت واحدة بس اللي هي s node، فانا هجيب flip flop وهقول والله اس نود هي عبارة عن اي بار. فهاجي هنا اقوم مدخل اس نود اي، واقوم جاي مركب هنا انفرتر. فاس نود داش الجديدة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اي بار. طب الاوتبوت بتاعي اللي هو واي ده عبارة عن الاي، معمول لها اندنج مع اس نود، فخلاص هاخد الاي اهي واعمل لها اندنج مع الاس نود، وكده انا هطلع الاوتبوت بتاعي اللي هو اسمه واي. فاحنا كده كان عندنا مثال واحد حليناه بطريقتين، المور والميلي. ليه نفس المثال حليناه بطريقتين؟ عشان نقدر نعمل مقارنة ما بينهم ونعرف مميزات وعيوب كل واحد فيهم. فلو عملنا مقارنة
بين الاتنين اللي احنا عملناهم هنلاقي ان انا كان عندي في المور 3 states، لكن في الميلي ماشين انا احتاجت 2 states، ولان كان عندي 3 states فانا عملت encoding في 2 bits، لكن هنا انا عملت encoding في bit واحدة بس. وفي كده حاجة ظريفة عشان ما تنساش الفرق ما بين المور والميلي، فهنا بيقولك المور بيبقى عنده more states، يعني المور بيبقى فيه states اكتر، انما في الميلي عدد الستيتس بتقل. اي ستيت ماشين هتجيلي هعمل الحاجات دي وبالتالي هقدر احلها. اول حاجه عشان اعمل ديزاين للفاينايت ستيت ماشين فانا لازم اول حاجه افهم المشكله ايه، احدد الانبوتس والاوتبوتس اللي عندي. يعني انت لو ما فهمتش المشكله وحددت الانبوتس والاوتبوتس بشكل صحيح الستيت ترانزيشن دايجرام بتاعك هيبقى غلط. طيب فهمت المشكلة، هرسم الـ State Transition Diagram، لو هو صح فكل الخطوات دي هتبقى صح لأن هي خطوات ما فيهاش أي حاجة creative، لكن لو هي غلط فالخطوات دي ممكن يكون فيها حاجات غلط. خلاص أنا رسمت الـ State Transition Diagram، بعد كده هشوف أنا هشتغل مور ولا ميلي على حسب طبيعة المشكلة اللي عندي. لو هشتغل مور فأنا هقوم ماسك الـ Transition Diagram اللي عندي ده، اجيب state transition table واجيب output table زي ما عملنا جدولين منفصلين. طب لو انا هشتغل ميلي فانا هعمل الترانزيشن والاوتبوت في table واحد بس، لان الاوتبوت بيعتمد على الكرنت state وبيعتمد كمان على الانبوتس. وبعد كده الخطوه دي بقى المفروض ان احنا بنعملها فوق اصلا، بس هو انا قالها لك تحت هنا كده ليه؟ عشان انت المفروض تعمل transition table من غير encoding وبعد كده تعمل له encoding، ولكن الخطوة دي يعني ايه هتاخد خطوات منك زيادة فاحنا مش محتاجينها. لا احنا ممكن نعمل encoding وبعد كده نعمل الـ state transition table والـ output مرة واحدة بدل ما نكرر خطوات. وهنا بيقول لي خلي بالك ان الـ encoding اللي انت بتختاره بيأثر على الهاردوير بتاعك، يعني بيأثر على شكل الدايرة دي في الاخر، فممكن اختار encoding، الـ encoding ده يقلل في الهاردوير اللي عندي يخليني استخدم gates قليلة، ممكن استخدم انكودينج تاني يعقد لي الدايره، فعلى حسب المشكله بتاعتي ببدا اختار الانكودينج. بس هو غالبا لما بيجي يدي لك مساله بيقوم قايل لك اشتغل انكودينج سواء باينري او وان هوت، وغالبا بيكون باينري انكودينج. وبعد كده بقوم بالكي ماب جايب البوليان ايكويشنز بتاعت النيكست ستيت والاوتبوت، وبعد كده ايه برسم السيماتيك وخلاص كده الدايره بتاعتي خلصت.